وبرجال الاعمال وحتتوسع. سيدي احنا بدنا نتفق على ثوابت. يعني انا لدي انا الان لدي قائمه من 12 اسم. كويس، عندك اثباتات بدين هذول الاشخاص؟ هذول هاربين يا سيدي، هاربين وقيد الهروب. انا دوري كدوله شو اعمل؟ دوري شو اعمل؟ يعني اني استدعيهم بموجب القوانين الدوليه. لا تبدي تخوف من الظاهره هذه يا سيدي. يعني اروح اجيبهم سيارتي؟ انا في قوانين دوليه بخضع لها. لا تبدي تخوف من هذه الظاهره؟ طبعا لا تبدي تخوف. طبعا بدي اتخوف. نعم طبعا بدي اتخوف. ماذا لو زاد عدد الهاربين؟ تفاجئنا بكره انه في 50 طالما عليهم كل واحد 50 مليون او 60 مليون او عليهم قضيه فساد وهاربين برا الاردن. طالما ان الوجوه نفسها الموجوده والاساليب نفسها وين؟ الموجوده بتتداول داخل الدوله. نعم يعني هذا كان اليوم رئيس وزراء، بكره وزير عدل، بعده وزير كذا. هذا النسخ ما بيصير. نعم. نريد حكومه لا تتسامح، نريد حكومة مختلفة الملامح. نعم. حكومة لا تنافق لا بالفساد ولا بالدجل ولا بالرقص على الحبال. يعني أنت بنظرك نريد حكومة حتى الآن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد؟ أنا لغاية الآن أنا لا أستطيع لا أمدح ولا أني أذم. نعم. ليش؟ لأنه البوادر أنا بالنسبة لي حكومة تكميلية وليست حكومة تغييرية. نعم. لأنه ما شفنا شيء جديد. الأصل توقعنا أن يتم اعتقالات، أن يتم فتح ملفات فساد قديمة، توقعنا أن يتم تغيير أسلوب هيئة مكافحة الفساد تصبح مستقلة، قضاء مستقلين غير تابعين لأي جهة أمنية، وبالتالي كاتب عدلية جديد. نعم. وهم من يحققون في قضايا الفساد المدني، وبالتالي هناك محاكم خاصة بهم تتبع سيستم جديد يتم إنشاؤه، وبالتالي محاكمة جميع الفاسدين. نعم. إحنا نستطيع أن نقول بأن الأردن حاليا لم يعالج من المشكلة التي أصبح لها حوالي 20 عام. نعم. تراوح في مكانها. نعم. لذلك ردا على سؤالك، إذا كان هناك هاربين جدد فلا ألومن إلا الحكومة. نعم. لأنه هذا الذي هرب خرج من المطار، هو ما طار طيار من بيته، طلع من المطار أو من الميناء. مين طلعه؟ مين سهل له خروجه؟ نعم. مين غطاه؟ سواء بقضية خالد شاهين كما ذكر، وبقضية وليد الكردي، وبقضية عون ومطيع، وما ننتظر وفي أيضا وفي غيره، بس إحنا ممكن نعرفه. نعم نعم. إحنا نعم. ما نعلم يعني سعادتك أنت تبدي اطمئنان يعني زائد على